أشهر من علقوا على مباريات القمة الأهلي والزمالك في كرة القدم، وارتبط جمهور الفريقين بصوته وتعليقاته في مباريات القمة الأكثر جماهيرية في مصر والوطن العربي. نتابع في التقرير التالي مشاهد من عزاء الفقيد الراحل. العميد الجويني قام وقيمة رياضية وأخلاقية كبيرة تعتز بها وتفخر بها الأسكندرية كلها. احنا يعني بنقول خالص العزاء لأسرته وخالص العزاء لأهل الأسكندرية كلها والجمهور مصر كله. الحقيقة قام وقيمة رياضية كبيرة وأخلاقية، وكلنا بنعتز ونفخر به. ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته. جويني يعني نموذج فريد لكل اللي عايز يشتغل في الرياضه من اول الف لحد اخر السطر واخر نقطه في اخر السطر. المثال الانتظام والالتزام والانجاز والتخطيط والنجاح في كل حاجه ماسكها، سواء في حياته المهنيه او في حياته الرياضيه. يعني جماهير الرياضه كلها في مصر كلها وفي الوطن العربي، لان العميد ابراهيم الجويني رحمه الله يعني علامه من علامات الرياضه كلها في مصر وخارج مصر، وتم تكريمه من قبل يعني جميع المؤسسات العالميه. والحقيقه احنا بنفتخر ان احنا من ابناء النادي الاولمبي وابناء الكابتن ابراهيم الجويني، ان هو استاذنا ووالدنا، وانا عاصرته من وانا كنت لاعب لغايه ما بقيت رئيس نادي، وكنا دايما نستانس بارائه وباقتراحاته. والعميد ابراهيم الله يرحمه عمره ما تاخر في ان هو يبدي النصح او يبدي المشوره لاي حاجه فيها مصلحه النادي الاولمبي. شخصيه محترمه، شخصيه يعني عفيفه، شخصيه كلنا على مستوى يعني العمل الاداري اتعلمنا منه كتير جدا. كابتن ابراهيم الجويني راجل الالتزام تلاقيه في هذا الرجل، كل الناس بتحبه والناس كلها بتقدره. فيعني اللي شفناه امبارح في الجنازه قد ايه الناس حزينه على فراق كابتن ابراهيم الجويني، النهارده في العزاء شايف قد ايه حضرتك كم الناس الموجودين، كل الشخصيات الرياضيه المحترمه على مستوى مصر كلها جت وتعزي في الكابتن ابراهيم الجويني، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، كل رؤساء الانديه سكان اسكندريه او على مستوى مصر كلهم ندى جاي تعزي شخصيه فعلا جديره بالاحترام، جديله ان كلنا ان احنا نقف ونعزي فيها. ولكن انا بقول يعني اكيد مكانه الكابتن ابراهيم الجويني هيكون في مكان افضل من اللي احنا موجودين فيها.